ومعنا للتعليق على الموضوع محمد المختار أولندك سعد مدير مركز تكوين العلماء. أهلا وسهلا بكم. مركز تكوين العلماء يقول بأنه بدأ فعلا في إحكام خطة منهجية لتكوين العلماء المتقنين للعلوم الشرعية، ما هي معالم هذه الخطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي. أولا أشكركم على الاستضافة. بالنسبة لهذه الخطة، طبعا المركز له استراتيجية تراجع كل 5 سنوات، يهدي من خلالها إلى تكوين علماء ربانيين مستوعبين لمضامين الشرع ومقتضيات العصر. وهذه الخطة تركز على جوانب 4 أساسية، جوانب منها تتعلق بطالب وطرق اختياره وتكوينه وتأطيره، وجوانب أخرى تتعلق باختيار الأستاذ أيضا وتكوينه وتأطيره، وجوانب أخرى تتعلق بالمنهاج الدراسي، وأخرى تتعلق بالبيئة التي يوضع فيها الطالب حتى يتكون تكوينا مميزة. نعم، البعض يعتبر أن المنهج الشنقيطي الموريتاني الذي يعتمده المنهج منهج عتيق يعتمد على التلقين للمتون القديمة، بينما الأمة بحاجة لعلماء متقنين ومستوعبين لإشكالات العصر. وكذلك، لكن تحفظ على هذا الوصف للمنهج الشنقيطي بهذا الوصف، فالمنهج الشنقيطي هو الذي خرج علماء ربانيين الذين عرفتهم هذه الأمة وكان لهم دور كبير في بناء مناهجها وتكوين علمائها، والقاصي والداني يعرفهم. والمركز حقيقة حاول أن يستلهم هذه التجربة ويضيف إليها أيضا من التجارب الأخرى التي عرفتها الأمة الإسلامية كتجربة الأزهر وتجربة القرويين وغيرها من المدارس الإسلامية المميزة. أيضا المنهاج الذي يسير عليه المركز ليس منهاجا تلقينيا، صحيح أن الجانب الحفظ فيه يهتم به كثيرا خاصة في المراحل العليا التي هي مراحل الإعداد اللي هي الإعدادية والثانوية والجامعة التي هي مراحل التأسيس، لكن المرحلة العليا هي مرحلة بناء ملكة الاجتهاد التي يكون الطالب فيها يعني يعد الطالب فيها ليكون متميزا في بحثه. فكل التركيز فيها هو على البحوث المنهجية وليس فيها تلقين، بينما المرحلة الأولى صحيح أن المراحل الأولى فيها الاهتمام بجانب الحفظ، وإن كان الحفظ لا نعوده من التلقين المذموم بل هو أساسي للعالم، فالعالم الذي لا يستحضر معلوماته معه هو ليس هو العالم الذي تحتاجه الآن الأمة، فالأمة الآن تحتاج إلى عالم مستوعب للشرع وقادر كذلك على أن يقدم الحلول لقضايا وإشكالات الواقع. نعم، إلى أي حد تزاوج مناهج المركز بين الأصالة والمعاصرة؟ طبعا كما ذكرت هناك المنهاج قائم على المقاربتين، مقاربة المناهج الأصلية ككل المناهج أو تقريبا كل الكتب المعتمدة في الفنون الشرعية واللغوية هي أساسية في هذا المنهاج، ويضاف إلى ذلك أيضا متون أخرى وبحوث أخرى ومناهج أخرى تتعلق بجانب الواقع. هناك مثلا يدرسون بالجانب بالإضافة إلى بالإضافة أيضا للمنهاج الشرعي واللغوي، هناك أيضا دراسات تتعلق بالقانون، دراسات تتعلق بالاقتصاد، دراسات تتعلق بمناهج البحث العلمي، دراسات تتعلق بطرق التدريس، بالإضافة أيضا إلى مناهج أخرى تهتم بتطوير الطالب وتكوينه وتنمية ملكاته. نعم، ما هي سمات العالم الذي يسعى المركز إلى لتقديمه مستقبلا لينهض بواجب المفتي المبلغ؟ هو عالم رباني ينطلق من شرع الله، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم علماء الأمة لهذا الدين. هو عالم أيضا معتدل، هو عالم منهجي، هو عالم موضوعي، هو عالم ينطلق من قيم الإسلام وواقعيته. نعم، محمد المختار ولندك سعد مدير مركز تكوين العلماء، شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم.